صديقي زلمة آدمي وضد الطائفية، عنده قناعاته وبناء عليها راح شطب الديانة عن تذكرة الهوية. لكن هالزلمة عنده أولاد، بنته الكبيرة مسلمة تزوجت مسيحي، وأخوها عمل مسيحي حتى تزوج بنت الجيران. لكن ابنه الصغير حب بنت درزية وما في يتجوزها إذا ما عمل درزي، لأنه البنت أصل أمها أرمنة وخالتها أرثوذكسية وجوز خالتها علوي بس متجوز مرة روم أبوها كاثوليكي. هيدي العائلة كانت ناوية تتشارك بالانتخابات، لكن المشاريع اللي عم تنطرح بتمنع الواحد يصوت لمرشح من غير دينه. ماشي بكفر هيدا؟ من يومين اجتمعت العائلة وقررت تقاطع الانتخابات. اللي بيطلع يطلع، واللي ما بيطلع عمره ما طلع. هذا رأيي، فكر فيه.